بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده هنعمل شيش طاووق بالكزبره الخضراء، وهنعمل رز بالخلطه بس بطريقه جديده شويه، وهنعمل كمان سلطه سبانخ. تعالوا معايا شوفوا الشيش طاووق هنبقى محتاجين ايه. هنبقى محتاجين شيش طاووق، كزبره خضراء متقطعه بس كتير شويه، متقطعه مفرومه، ليمون وبرش ليمون وخل وفلفل اخضر وفلفل احمر وزبده. طبعا اول حاجه هنعملها ان احنا هنحط الزبده، وهنتبلها بالفلفل الاسود بما ان هنا في بابريكا، ممكن نحط شويه بابريكا كده. وبعدين هنبتدي نحط الشيش طاووق، بس ونسيبه لحد ما يستوي شوية. نعمل بقى نشوف الرز هنبقى محتاجين ايه للرز بالخلطه. هنبقى محتاجين رز بسمتي وصلصه طماطم وبابريكا وكزبره وطماطم مخليه وثوم مفروم وبصل متقطع شرايح جوليان ودقيق. هنخلي بقى الحله بتاعت الرز جنبنا، نحط الشيش طاووق هنا، نحط الزبده برضو. الرز ده على فكره لذيذ جدا وهيعجبكم قوي طعمه. هنتبله بقى بالبابريكا والثوم والكزبره الناشفه وفلفل اسود. فين فلفل؟ اهو. نبتدي بقى نحط الرز البسمتي. ونقلبه كويس قوي بحيث ان احنا يعني شبه نحمره. نسيبه شوية كده ونبص على الشيش طاووق. نقلبه كده على الناحية التانية. نقلبها كده على الناحية التانية بس ونسيبها لحد ما تستوي شوية كمان. الرز كده اتشوح كويس. نبتدي بقى نحط الثوم المفروم، دول تقريبا 5 تومات انا فرماهم. ريحه بقى جميله جدا لما شوحنا الرز جامد وحطينا الثوم المفروم، عمل ريحه حلوه قوي. نبتدي نحط حته صغننه قوي من الصلصه، يعني ربع كده معلقه، تديله كده بس لون حلو. بس كده بقى نبتدي نحط له بقى المرقه. ده كوبايه رز بسمتي حطينا عليها كوبايه ونص مرقه. بس نحط الملح بقى ونسيبه لحد ما يستوي لمدة ربع ساعة. معلقة ملح ونقلبه كده. ونقفل عليه.
ايه رايكم بقى نطلع فاصل ونرجع نكمل شيش طاووق وبقيه الرز ونعمل كمان سلطه السبانخ؟ خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. الشيش طاووق اهو اتحمر، اتحمر كده حلو جدا. نبتدي بقى نحط عليه الكزبره الخضراء وبشر الليمون سيبها ايه كده تتحمر. وانا حطيت لوز هنا بحمره بس عشان ايه الرز، هحط معاه الزبيب. وهقطع الفلفل ده فلفل حراق، بس ممكن يعني لو مش عايزين نستبدله بفلفل عادي. هاخد بس كده اطرافه عشان ما يبقاش سبايسي قوي. كده خلاص نبتدي بقى نحط الليمون والخل ونسيبها كده شوية. نحط هنا بقى الزيت اللي احنا هنعمل فيه هنحمر فيه البصل بدقيق، زي بالظبط فكرة البصل بتاعة الكشري. نحط كده البصل ونحط معاه معلقة دقيق بس ونسيبه كده يتحمر. بس عقبال بقى ما يتحمر نحط الصوص بتاعنا بتاع الرز. نحط كده بقية بشر الليمون، بس نحط بقى الزبدة هنا في الحلة الصغيرة. وهنحط معاها الكزبره والبابريكا والصلصه والطماطم المبشوره عشان نعمل الصلصه اللي احنا عايزينها للرز. هنحط كده الصلصه ما ننساش نقلب البصل. ممكن نزود له شوية زيت كمان. نحط بقى البابريكا والكزبرة والطماطم بس ونسيبها بقى لحد ما تتثبت. نشوف بقى سلطة السبانخ. هنبقى محتاجين سبانخ وزبادي وبصل مفروم وثوم مفروم وفلفل ولبنة. اول حاجة هنحط اللبنة
مع الزبادي، بس نصفي كده الميه من الزبادي. ونقلبهم على بعض، ونحط شويه من البصل وشويه من الثوم، لان الباقي هنعمله مع السبانخ يتحمر. نقلبهم كده كويس قوي. نبتدي نقطع الفلفل، بس ونسيبها كده شوية. والسبانخ دي بقى هنشوحها وبعدين نحطها عليها. شيش طاووق كده خلص خلاص. هحط عليه بس بقيه الكزبره، انا سايبه شويه عشان يفضل في لون الكزبره الاخضر ده موجود. نحطها كده. نحط عليها بشر الليمون بس كده. تمام. نشيل بقى الزيادات دي. ونبتدي نشوف هنغرف الرز ازاي. البصل ده احنا حمرناه خلاص، هنحط عليه المكسرات الزبيب واللوز، وكمان الصنوبر اصلا متحمر عشان كده انا محمرتهوش. هنقلبهم كده كويس قوي. هحط الثوم والبصل، ونبتدي بقى نحط السبانخ. بس نسيبها كده لحد ما تدبل او تدوب شوية. نبتدي بقى نغرف الرز. هنجيب معلقتين كده من الصلصة اللي احنا حطيناهم، نقلبها كويس. ريحتها بجد جميلة جدا، هتعجبكم قوي. نزودها كمان شوية.
نبتدي بقى نحط الرز نغرفه. نبتدي نغرفه معلقة الصلصة الصغننة مع المرقة هي اللي عملت اللون ده. ممكن لو حابين يبقى لونه أبيض عادي مفيش مشكلة. نقلب كده السبانخ. نحط معلقة كمان. نبتدي بقى نحط عليه الصوص. خلصنا الرز بالخلطة الطريقة الجديدة بتاعتنا. بص بقى كده على سلطة السبانخ زي ما هي كده سخنة. نقلبها كده كويس. يبين كده الخضار. وكده نكون عملنا النهاردة كمان سلطة زبادي باللبنة بالسبانخ، وعملنا شيش طاووق بالكزبرة الخضراء، وعملنا رز بالخلطة بالطريقة السهلة والبسيطة دي. يا رب تكون الوصفات عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. باي باي.